احنا اليوم بصدد زراعة ما يسمى بالكوكونز او الشرنقة، وهي طريقة ري حديثة تعمل على توفير الأعباء المادية والتعب على المزارع الفلسطيني، بحيث يمكن ري شجرة لمرة واحدة سنويا. تقوم الشجرة بأخذ احتياجها من الماء بمعدل 50 مل يوميا، وهذه الكمية هي كافية لاحتياجات الشجرة. هذا تبعد حوالي 16 كيلومتر عن مركز بلدة السعير، والطريق يعني لحد ما يعني صعبة شوي، فلذلك الناس نختار مثلا أنواع من الشجر اللي ما بدهاش عناية كثير. مثلا شجرة العنب بدها عناية كثير، بدك تحرثها 4 مرات، بدك تجنبها، بدك تزونها، بدك تكون موجود فيها، بينما شجرة الزيتون أو اللوز أنت فيك تسقيها مرة أو مرتين بالسنة. طبعا هذه المناطق الزراعية هي مناطق يعني كمية الأمطار فيها لا تتجاوز 200-250 ملم، مناطق شبه جافة. المشكلة اللي بواجهوها المزارعين في هذه المناطق قلة المياه وصعوبة إيصال المياه لهذه المناطق سواء بالتنكات وقلة الأبار. هذه الزراعة يعني زي ما تقول متعة، والمزارع مشان يستفيد. هذه بلاد زي الغور، لما أنا بزرعها لوز من أم الفحم بطيح بدري، بستغل السوق وكويس، يعني بنشجع كل الناس تزرع وكل الناس تشتغل هذا الشغل. هذا شغل محترم، الناس بيستغلوا أرضهم، بيستغلوا وطنهم، يعني شيء محترم. هذا لمشاكل شح المياه اللي بتعانيها فلسطين، وخصوصا في المياه المخصصة لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى إنها من إيجابيات هذه التكنولوجيا إنها بتوفر على المزارع الجهود في متابعة الشجرة لخلال على الأقل لسنة كاملة. شجرة مهطرية مش هيك.